بالنسبة إذا تكلمنا عن عرق النساء، الفقرات اللي أسفل الظهر تكون الفقرات متقاربة، ونتيجة هذه التقارب يطلع منها الغضروف. الغضروف ذا اللي يطلع يؤثر على العصب، ومع الوقت يسبب التهاب في الأعصاب. يبدأ الألم من أسفل الظهر، وممكن يمتد على الجانب اليمين أو الجانب اليسار أو كلا الجانبين على حسب الضغط ومكان الالتهاب. مع الوقت يمتد الألم إلى أسفل الفخذ من الخلف، ممكن يمتد إلى أسفل الساق. أما بالنسبة للعلاج، أفضل شيء علاج العرق النساء اللي هو العلاج الطبيعي. وأما بالنسبة لفترة العلاج على حسب حجم الضرر. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاء عرق النساء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شفاء عرق النساء إلية شاه أعرابية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء ثم تشرب على الريق في كل يوم جزء. الأدوات العلاجية لعرق النساء، التمرين الأول أجلس بالطريقة هذه وأرفع رجلي اليمين المستقيمة وأرفعها 1 2 3 4 30 عدة، وأبدأ بالرجل الثانية وارفع فوق 1 2 3 30 عدة، بتحس بالألم في المنطقة هذه وفي فوق الأرداف في المنطقة هذه. هذا التمرين الأول. الثاني بهذا الشكل 1 2 3 نرجع، 1 2 3 نرجع، نعملها 10 مرات. إذا كان التمرين سهل نبدأ نغير، أرفع رجل واحدة وأرفع رجل ثاني، 1 2 3 وريح، 1 2 3 وريح، وغير الرجل اليسار وارفع الرجل اليمين، 1 2 3 وريح، تكون في آلام في هذه المنطقة. هذا التمرين الثالث. أحط رجل على الرجل وأبدأ أرفع لفوق لمدة 30 ثانية، بتكون المنطقة هذه فيها آلام. خلاص 30 ثانية سوينا 3 مرات، نغير نرفع الرجل الثانية ونرفع رجل يمين ونشد 30 ثانية، المنطقة هذه إلى أسفل الظهر من جهة اليسار فيها آلام شديدة، نستنى 30 ثانية ونعملها مرة ومرتين وثلاث.